بدورها أكدت الدكتورة مريم الجلهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، وأشارت في اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى دور هذا المؤتمر في تطوير بيئة العمل للسياحة العلاجية والاستثمار الصحي في البحرين. أعتقد أن المستثمر يطمح في أن تكون هناك لوائح واضحة ومنشورة حتى يعرف شنو هي التوجهات اللي ممكن يتوجه لها وكيف ممكن ينظم مشروعه. واحنا في الواقع يعني اصدرنا قرار ينظم كافه انواع الخدمات اللي ممكن تستقطب المستثمر، ونشرنا احصائيات بالمحافظات وين تقع الخدمات وشنو نوعها حتى يقدر اي مستثمر يحدد شنو اللي ممكن يكون له فريد من نوعه انه هو يقدمه في مملكه البحرين، وبالتالي يجذب الناس لهذه الخدمه. وأعلننا عن إطلاق مبادرتين من الهيئة، الأولى إنشاء مكتب خاص للمستثمرين في الهيئة يتولى مهام متابعة المشاريع الاستثمارية، تقديم التسهيلات لهم إذا كان في أي أمور عالقة سواء في الهيئة أو خارج الهيئة. وأيضا ستكون هناك مثل المنصة الإلكترونية أو موقع يكون فيه باكج متكامل، ملف متكامل للمستثمر حتى في نموذج تقديم الطلب جاهز له، فقط يملأ البيانات المطلوبة منه.